في حقيبة أولى أحمد تعالى 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 تفجر أحمد تعالى داخل أبو الدين وبعدين حقيبة تانية داخل الموقع تم صاحبها وتم تفجيرها في مكانها خش يدا عند صاحبها خلف الموقع يحضر منها حسنان في أي دلالة فانت على اللي عمل الحادثة في أي جاري كان في عيارات الجاري البحث أجهزة المباحث كلها بتشتغل في هذا الموضوع ولا واتمنى اغير اسمي الى اسم السيسي. انا اسمي السيسي وعيالي اسمهم السيسي والشعب المصري كله السيسي. كاميرا كاميرا يا باشا.